للحديث عن السلاح المنفلت في العراق مشاهدينا الكرام وفشل الحكومة في ضبطه، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. لا يمر يوم تقريبا إلا وتندلع نزاعات عشائرية في مختلف محافظات العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية، ودائما ما يشكو المواطنون من موضوع السلاح المنفلت، يعني عمليات قتل عشوائية تحدث، عمليات يعني تستخدم فيها أسلحة نارية تتطور هذه الأسلحة من متوسطة أو من خفيفة إلى متوسطة بيد جماعات خارجة عن القانون. إلى ما ترجع هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد؟ هذا بسبب غياب المحاسبة والعقاب. يعني من النظام السابق كان عندنا قانون الأسلحة كان من أحسن القوانين، وكان أكو قضاء يطبق القانون، بحيث أنه إحنا اشتغلنا في مدن ومحافظات نائية، كان حتى أهل البادية والقرويين يتوسلون سلطات على بندقية صيد، لأنه موضوع السلاح كان حساس. فقدنا الاتصال بالسيد كامل الحساني، على أي حال سنعاود الاتصال به فيما بعد. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل بانوراما رافدي. إذن عاد إلينا أستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. أستاذ كامل، نواب في البرلمان يؤكدون أن حملات حصر السلاح بيد الدولة غير مجدية، ما أسباب عدم جدية الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة التي لطالما تحدثت بهذا الأمر لسنين؟ لأنه الدولة هي تشتري السلاح من المواطنين، وهذا بقرارات يعني قيادات وسلطات ومؤسسات تعلن بأنها تشتري السلاح من المواطنين، يسموها بالسوق السوداء. لكن ذلك حتى الرقيب المالي على المؤسسات بدأ يقبل أنه هذه المؤسسات تشتري، والقضاء أقر أنه يشتري السلاح من السوق السوداء والمؤسسات الأمنية وقادة كبار. قبل في رمضان أعلنوا أنه الحلبوسي نفسه قد تلقى هدايا بمئات من البنادق من الإمارات، وبلا حساب ولا عقاب. يعني من يشرع إلى القيادات أن تستلم سلاح والمواطن لازم يتحاسب على موضوع السلاح؟ هذا معناه أنه وجود قانون الأسلحة هو غير فاعل وغير ممكن تطبيقه. هل تعتقد أن الميليشيات التي تستفيد من بيع السلاح والمتاجرة به لها اليد الطولة في وضع المعوقات أمام حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى ما ذكرته؟ نعم، أنا يعني أشيد بالتقرير اللي قدمته والسخرية من موضوع أنه المواطنين يتداولون نكتة أنه الميليشيات والعصابات تعيد السلاح أو تبيعه للدولة. المؤسسات الأمنية والميليشيات كلها تتعامل في بيع وشراء السلاح مع المواطنين، ومن السخرية أنه هذه تتخلى عن هذا الموضوع لأسباب كثيرة، أما السيطرة على التمرد الشعبي. الآن كل ما أعلن عن هنالك فلتان موضع السلاح، المواطن يخاف، لا يستطيع أن يقاوم هذه السلطات لأنه حزورات، لا يمكن أن تحذر ماذا ستواجه من سلطات غاشمة والسلاح منفلت. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا السلاح يوفر لها النفوذ أمام أصحاب المصالح الصغيرة والكبيرة. أمس في واشنطن أستاذ كامل، من الذي سمح بأن تصل الأمور في العراق إلى هذه الحالة، بحيث تكون مثلا العشائر يعني صوتها أعلى من صوت القوات الأمنية مثلا، يعني بامتلاكها السلاح، بامتلاكها أسلحة خفيفة، أسلحة متوسطة، ولا تستطيع حتى القوات الأمنية أو الحكومية مجابهة هذه العشائر؟ من المفترض أن يكون هناك قانون، ولكن القانون غائب. لنقف على من مصلحته ومستفيد من إدامة حالة الفوضى في العراق؟ السلطات وميليشياته وعصاباته ومافياته هي المستفيدة، وتريد وكرست هذا الموضوع وتريد تبقي عليه.
أمس في الأنبيار الأمريكية سألوا السوداني كيف نستثمر بالعراق، وهذه فوضى الأسلحة اللي الميليشيات عندها حتى سلاح طائرات مسيرة وصواريخ. أجابهم بكذبة أنه هنالك شركات أمريكية تعمل في حقول النفط في البصرة، وهذه الشركات الأمريكية عندها شركات أمنية تحمي عناصرها 1000%، يعني أكثر من 100%. بالإضافة إلى ذلك السلطات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات الأجنبية هي تمول العشائر بالسلاح والرواتب حتى تحمي مصالحها في العراق واستثماراتها. فموضوع أنه السيطرة على السلاح هي كذبة وستستمر هذه القضية لأجيال، إلا إذا تم تطبيق القانون والحساب والعقاب في العراق. نعم، شكرا جزيلا. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني.